بونجور كيفنا؟ تمام يعطيك العافيه. اليوم بينك بينك ملبقين تعملوا نعمل رابيل على بعض. اوكي كيفنا اليوم؟ الله يخليك. بس معك هيك بشوفك تكون كثير عندك هيك اصغاء تكامل ومتكامل. بس تكون عم تحكي لما وكارلا الطريقه اللي بتحكي فيها لما والطريقه اللي انت بتجاوبي بتشدني لإلكم. هو اصلا فكرتها يعني بدي اقول لك هالعنايه بياخذوا العقل. ثانك يو ميرسي ثانك يو. يعني انت حلوه محلينك اكثر. الله يخليك تسلم حقيقه. هيدي كيف نقيتيهم ما بعرف بس نقيتيهم منيح. الله يخليك. نكون نرجع على بروبايوتيك بلس. الحقيقه انا اليوم يعني عندي هيك شويه بدي قصه اسردها للمشاهدين بطريقه دخلهم معي شوي بمفهوم البروبايوتيك بلس حتى ما تكون حتى ما نكون عم نحكي بس للحكي. لأنه أوكي أنا عندي 10 دقائق بس ما رح طول عليهم لكن بدي أقول لهم. بس اللي بيحب يتصل بدنا نذكره أنه عم يقطعوا الأرقام إذا بدهم يستفسروا منك. أكيد. أو أكيد. عندهم أي سؤال أكيد كل اللي بقوله مش مهم قد ما في اتصال سؤال وحابين يستفهموا. أنا ساعتها بترك كل موضوعي للمتصل. نعم. حد 20 سنة بفرنسا كان عندهم طريقة شوية خجولة ليدخلوا على عالم البروبيوتكس مع أنه المعلومات اللي كانت عن البروبيوتك بكتيريا صديقة من سنة 1900 أول طبيب اسمه نيلسون استعملها للنساء حتى يحارب التهابات البول. إذن كان في أطباء من 114 سنة استعملوا البروبيوتكس حتى هالبكتيريا هيدي سميت على اسمه اليوم. بيجي من بعدها 1908 باحث وعالم أخذ جائزة نوبل هو رافق باستور وقتها وكان تشيرمان لانستيتو باستور. هالشي سمح له يقوم بتجارب وأبحاث مهمة وعلى أساسها أخذ جائزة ألفريد نوبل لأنه اكتشف في بكتيريا بتقوم بتهاجم بتعمل عملية الفاجوسيتوز. أوكي بتقوم بتهاجم البكتيريا الضارة وبتاكلها بتقضي عليها. إذا على هالأساس بيّن أنه في بكتيريا تساعد الجهاز المناعة حتى تحمي الإنسان من ميكروبات وأنتي باديز. من 20 سنة تقريبا وجودي بفرنسا 21 سنة ب93 كانت الطب الطبيعي وعالم الفيتامينات والفود سابلمنت كان عندهم طريقة خجولة يبدأوا بالبروبيوتكس ونحن بدأنا معهم بهالوقت. هيدا كنا نعمل بروبيوتكس ساشين حط 3-4 أنواع بكتيريا كان هدفنا نخفف النفخة ومنعرف انه البروبيوتكس من دراساتنا انه بتقدم منفعة على الجسم بس ما كنا عارفين كل هالدراسات اللي اجت بشكل مهم جدا اخر 10 سنين وبالذات اخر 5 سنين. نعم. اذا هالمشوار اللي مشيناه بعشرين سنة كنت تقريبا انا الوحيد بالشرق الاوسط من مجيئي الى فرنسا احكي عن بكتيريا وكانت البكتيريا بتخوف. ما كان معروف شيء اسمه بكتيريا صديقة. كانت البكتيريا جرثومة. جرثومة بعد عنها. بعد عنها. اذا الطب راح درس البكتيريا الضارة حتى يحمي الإنسان منها بس ما توجه نحو البكتيريا الصديقة حتى نقدر ناخدها وناخدها بكميات لنحمي حالنا من الضرر. اليوم عندي كتير منافسين بالشرق الأوسط بلبنان اسم الله في كتير كتير وبأمريكا اللي هو البلد اللي كان متأخر جدا اليوم صرت تلاقي على التي في على الراديو وحتى إذا فتي على أي مكان في فود سبلمنت يعني هيلث ستور أو رحتي على فارماسي رح بتلاقي شلف بكامله أنواع عديدة بروبيوتكس. شو اللي خلى هالإنسان هالباحث هالطب الطبيعي هالقيم على الصحة يروح نحو هالمشوار هذا هو وجود معلومات هائلة نزلت على السوق بده يستفيد منها المستهلك. أنا بالذات وضعت خبرتي حقيقة مع ناس بيستاهلوا أوضع معهم إيدي هني بكندا. نعم. كندا دولة الوحيدة بالعالم راحت صنفت أنواع بكتيريا درستها
عرفت مواصفاتها وسجلتها عندها كبكتيريا ميديسينال، يعني كبكتيريا طبية بيستعين فيها الطبيب، بيستعين فيها الناتوروبات، بيستعين فيها القيم على الصحة، الديتيتيسيان، ديتيتيسيان نوتريسيونيست، طبيب الغذاء بيستعين فيها كرمال مريضه أو كرمال الشخص الآخر. هالدولة هيدي أنا استفدت من دراساتها ورحت حطيت بالبروبيوتيك بلس 12 بكتيريا الدولة الكندية عطت دمغة أنه هيدي بكتيريا طبية لأجل صحة الإنسان، منا كيميائية، منا دواء، لكن عندها منافع هائلة طبية سليمة، يعني سليمة للجسم. إيه مثل ما الطب بيأكد بعض أنواع الفيتامينات إذا نقصت منها بتعملنا قصة كبيرة، البكتيريا إذا نقصت منها بتعملنا قصة أكبر. أوكي، من هيك ما في حدا اليوم، ما في حدا، ما معقول حتى الحيوانات اللي عايشه معنا، يعني انا اذا بعطيه، عندي كلب بالبيت وبعطيه بروبيوتيك بلس، لابد اسرع من الانسان لانه مصرانه صغير، عندنا نحن 9 امتار عنده هو متر، بتحسن له صحته، بتمنع عنه روائح الكريهه، بتحميه من امراض كثيره لانه شاركنا بالحياه، عم يوصل له اكل مش لازم يوصل له لانه مندلع الكلب وبعيش معنا. اوكي، او البسيني او اي حيوانات داجني الدواجن. من هيك اليوم في شو بيقولوا مزارع للدواجن خاصه الدجاج، يعني الدواجن بيقوموا بيعملوا يعني اتصال. اوكي يلا 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 اتصال من عايده. صباح الخير عايده. بونجور. بونجوريني، اهلا. الحمد لله، تفضلي. دكتور الفريد اكيد عم يسمعني. اوكي تفضلي. تفضلي. اهلا بونجور دكتور. بونجور يا هلا. بس بدي اسالك كرميل بروبايوتيك انا استعملته هون شغل لبنان، بروبايوتيك بلس شغل لبنان، ما هو شغل لبنان، هو بروبايوتيك بلس هو شغل كندا، يعني قصدي انه موجود بلبنان اللي موجود. اوكي شور يا هلا. اجت اختي من امريكا من فتره وجايبه معها بروبايوتيك كولد. بروبايوتيك كول جولد 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 ف هيدا ابدا مش يعني ابدا ما خصه بالبروبايوتيك هون، يعني نعم. مجرد ما تاخذ الحبه هي عم تاخذه دائما هونيك بامريكا، يعني سوري نعم. بهالكلمه بتاكل وبتفوت على التواليت دغري، هو هي شغلته، بعدين كثير عمل لي وجع بطن، بينما هيدا اللي هون بلبنان عادي اول مره بيصير فيه شوي اسهال وبعدين بيصير ياخذ على الجسم عادي. يا البروبيوتيك بلس هو ما بيعمل اسهال، بحرر المصران وبيعمل توازن داخل الجهاز الهضمي حتى ما يصير فيه امساك ولا اسهال. لما ندخل على البروبيوتكس، not all probiotics are the same، مش كل البروبيوتكس مثل بعض. ايه البروبيوتكس بدك تكوني تعرفي ليه عم تعمليه. دخلوا العالم على الموضه، اليوم في كتير بروبيوتكس بالسوق، حتى السوق اللبناني بدهم يدخلوا على مفهوم البروبيوتكس، بيلاقوا في ربح منه او فينا ندخله وبيجيبوه. اوكي انا ما عم بقول انه ما في بالعالم ناس اجتهدوا وعملوا بروبيوتيك على مستوى البروبيوتيك بلس، في اوكي، بس انا بعرف من خبرتي العشرين سنه، من علاقتي مع هالناس اللي هن باخر منطقه تانية بكندا، مع الرقابه الشديده، عملنا ماركه، عملنا تركيبه من اعلى مستوى عالميا. اوكي انا ما بعتقد في افضل، بس يمكن يكون في متساوي. عملوا هون بروبيوتيك كرمال يساعدوا المصران على كانه لاكساتيف، حرام كليا ما نبعد عنه. نحن البروبيوتيك بلس بتاخدي حبه بتعطيها لطفل عمره 3 اشهر بيستفيد عليها، دليل انه ما بتعطيها لمريض قلب بيستفيد عليها، بتعطيها لمريض كلاوي طبيعي، بالعكس بتعطيها لاي انسان مش حيشوف رده فعل، يعني ما في اي ضرر من خلالها. اتس يعني اهم الدوله الكنديه، اهمنا نحن، اهم انزال برودوي على السوق هو سيفتي سيفتي سيفتي، يعني بالعربي الامان، الامانه، الامان انه انا عم بعطي برودوي امن. نعم. ما عنده اي رده فعل سلبيه، هيدا تبين لنا وتاكدنا بعد 20 سنه. نعم. هالبكتيريا الصديقه هي بغريزتها بتساعد الانسان، نحن علينا ناخذها طبعا. هالمشاهده انا ما بعرفها من ايه، حبه تقوم
بشهاده بتشكرها، انا بتشكر الناس اللي بيقوموا بشهاده بدون ما حدا يطلب منهم، ياكدوا انه اخذوا بروبيوتيك بلس، اخذوا شيء ثاني ما بعرف منين جاي واستفادوا على البروبيوتيك بلس اكثر. ليه؟ خبرتنا عم بتساعدنا، بعدين نحن حاطين حالنا على الهوا، يعني تليفوني يا ويلي اذا بغلط معهم، ما حدا بيرحمك اليوم، بعدين ما حدا اليوم عنده لتحكي ويعني تفسر للعالم وتاخذ شهاداتهم وتعرف شو بيزعلوا. بعدين رولا ما حدا عنده فلوس اليوم زايده عنه، حتى لو زيد فلوس، انا حتى لو زيدت فلوسي بروح هيك بكبها، يعني انه حدا عنده لذي روح يشتري برودوي بدون منفعه؟ بده يلاقي منفعه. انا لما شد الناس لياخذوا بروبيوتيك بلس علي واجب ينتفعوا، اذا ما عم بينتفعوا بحمل حلو بفل. طبعا من أكيد. هون اهميه دراساتنا ومتابعتنا للبروبيوتيك بلس والتاكيدات. نحن لم نعطيهم وعود اكثر لانه بحسوا حالهم خسرانين، بالعكس انا عم بعطي وعود اقل حتى اذا استفادوا اكثر يحسوا حالهم ربحانين، هيك ما بنحمل بروبيوتيك بلس اكثر ما بيتحمل. عم نقول نفخه غازات عصر هضم امساك اسهال، عم نقول كل المرضى اللي شافوا اطبائهم عم ياخذوا ادويه للجهاز الهضمي ياخذوا البروبيوتيك بلس كرمال صحته. شكرا لك اكيد، يعطيك العافيه دكتور ابو علاء، يعطيك العافيه على كل التبس اللي عم تعطينا اياهم. كمان رح نرجع نشوفك على الهواء. الله يخليك، الله يحفظك، والتليفون مفتوح لكل الاشخاص اللي بيحبوا يتواصلوا معك. وخليكي حلوه على طول. تسلم، الله يخليك، ميرسي. هي طلع لي كومبليمون. بتوقف على فصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع جين تستقبل كمان اتصالاتكم مباشره على الهواء.